يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما من أنه يقول إن الكرسي هو علم الله؟ ما ثبت هذا، أقول من وسع كرسيه علمه، ما ثبت عنه، يروى عن ابن عباس لكنه لم يثبت بطريق صحيح. نعم، الكرسي موضع القدمين كما في الحديث، وهو وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي واسع. نعم.